إيه خانم؟ خبري صالح أفندي يجي لعندي فورا. أمرك خانم. توليب خانم، قررت تقلعيهم ما هيك؟ طيب رح ناديله. رح أقلعهم بس مو هلأ. بابا ما بيقدر لأنه هلأ فات يتحمم. طيب أول ما يخلص حمامي يروح لعند الخانم، تمام؟ ماشي، هلأ بخبره. لنشوف أبوكم شو رح يعمل بس يعرف. عندي كتير فضول. أنا انتهيت، خربت كل شيء. شو بدي أعمل يا ربي؟ لك شو بدي أعمل؟ أنت لسه لهلأ خايفة على حالك يولا؟ طيب وبابا؟ معقول ما فكرتي فيه؟ شوفي ولي، إذا بصير شيء لأبوكي صدقيني وقتها رح أقتلك. جوري ببوس إيدك ساعديني أختي لو سمحتي. احكي مع توليب خانم وطلبي منها انه ما تقول شي لبابا. ماشي جوري، انا بحلف لك هي اخر مره بطلب منك شي. ببوس ايدك جوري، اذا ابي عرف انا رح اقتل حالي وبابا بتجي الجلطه. جوري ساعديني هالمره، ليكي اذا كان مو من شاني انا فمن شان ابوكي. انتي شو عم تعملي عندي؟ انتي طلبتي بابا. اي نعم. انتي هلا ولي امر ابوكي؟ تقليب خانم لو سمحت. شو لو سمحت؟ جوري شو بدك انتي؟ انتي واخواتك ما بتعرفوا شي عن الاخلاق، ولولاكم ما كان عمر تعرض للموت. قولي لي شو هالمسخرة؟ شو؟ عاجبك انه اختك عم تزور صورة الايكو؟ أنا مليت من مشاكلكم وفضايحكم، وإنتوا بتعرفوا توقفوا عند حد؟ بنوب ما بتعرفوا، بالعكس بتروحوا بتهجموا على قصر جاهدة. صدقيني الحق معك، بس أختي تهورت وما قدرت أمنعها. إيه؟ معناتها إنتوا كلكم تتحملوا النتائج، اطلعي لبرا. ليش واقفة؟ قلت لك اطلعي. توليب خانم، لو سمحتي لا تحكي شي لبابا. لأنه مريض قلبه بيرتفع ضغطه أحيانا، وإذا عرف بالشي اللي صار صدقيني بيموت. ما بدنا نخسره. كان لازم تفكروا بالعواقب من قبل. توليب خانم لو سمحتي ببوس إيدك، بعمل كل شي بتطلبيه مني، وإذا بدك شغليني عندك ولا تدفعي لي ولا ليرة، بس لا تعملي هيك بأبي. بترجاكي لا تخبريه باللي صار لو سمحتي. الله يخليكي. ماشي، يعني توعديني ما تجيبي له سيرة شي أبدا؟ أبدا. شكرا توليب خانم. طبعا أنت كمان رح تعملي شغلة بالمقابل جوري. طبعا يلي بدك إياه. شو بدي أطلب؟ شو بدي أطلب؟ بدي منك تكفي القصة اللي ما كملت لهلأ. ما فهمت عليكي، أي قصة؟ العرس. عرسي مع مجد؟ طبعا مع مجد، ولا مع مين بده يكون العرس يا غبية؟ بس أنا ما عاد بدي اياه. عراحتك، طبعا القرار بيرجع لك جوري. خالدة؟ نعم خانم. ممكن تنادي لي صالح افندي لو سمحتي؟ وهالمرة بدي اياك تجيبيه بايدك لعندي. ايه تكرمي. طيب طيب استني.
رفضت ما؟ لك الله يلعن هالحقيرة، كأنه بهم ما وضعنا أزمتنا ولعشنا أصلا. بس اصبروا شوي، أنا ما بروح حالي برخيص. إذا هي روحتني أنا بروحها معي. حل الموضوع كيف؟ شو صار جوري؟ جوري؟ ليش هدموع هلا؟ تولي بهدلتك؟ زدت صورة الإيكو بخلقتي وما ضل إهانة ما سمعتها بسبب يولا. تمام، بس الموضوع تسكر ما هيك؟ طبعا تسكر، بس مقابل إني اتزوج مجد.